اجتمعوا بالمركب الشبابي بحومه السوق جربة من جهات مختلفة ليتلقوا تكوينا في تقنيات البث الإذاعي على الويب، تكوين يطمحون من خلاله لمزيد صقل مواهبهم. حتى هو كيجي ما يخليش روحه ديما بوزي على موضوع معين. باش تكون الاستفادة كبيرة لحني كأنيماتير في دار شباب، خاطر عندنا ورشات خاصة بالصحافة وخاصة بالإذاعات على الإنترنت، عشان نستفيدوا من الورشات، من التنشيط، من التكنيك، خاصة التكنيك ناقصين برشا برشا، والماتريال اللي لازمنا في نوادينا احنا في دور شباب باش شنو نجموا نستعملوا وين باش نجموا نوصلوا من خلال هذا الملتقى. فكرة التكوين انطلقت من إيمان المشرفين على الملتقى الإقليمي لمنشطي نوادي الإذاعات على النت بدور الشباب بأهمية تدعيم المشهد الإعلامي بمؤسساتهم عبر وضع جملة من الأهداف. الهدف من الملتقى هذايا هو تكوين المنشطين بدور الشباب، وباش يكونوا هما فاعلين في المؤسسات نتاعهم ويحاولوا بعث نوادي للاذاعات عبر النت، ويحاول الملتقى هذايا يحاول يطور الزيد المعرفي للمنشطين بمؤسسات الشباب في تقنيات البث والتنشيط الاذاعي عبر النت. بعث إذاعة على الويب يستدعي الإلمام بكل ما يقتضيه العمل الإذاعي من برمجة وتركيب وتقنية صوت، أمنها في هذا الملتقى مؤطرون من أهل الاختصاص. بالنسبة للورشات اللي مشين قدموها في الملتقى الوطني الأول لمنشطي الإذاعات على النت، ثلاثة ورشات. الورشة هذه الأولى اللي هي ورشة التنشيط الإذاعي وكل ما يهم إعداد البرامج الخاصة بالراديو ويب. ورشة ثانية هي ورشة تقنية الصوت، معناتها كل ما يهم الجانب التقني من سونوريزاسيون وكذلك كل ما يهم العمل التقني داخل نوادي الإذاعات. وبطبيعة الحال الورشة الثالثة هي ورشة ستريمينج، معناتها ورشة البث عبر شبكة الإنترنت، يعني كل هذه العناصر المكونة للراديو ويب. الملتقى ولا شك سيعود بالفائدة على نوادي الإذاعات الرقمية، لكن تبقى الإشكالات التقنية قائمة في ظل بساطة المعدات المستعملة في هذه النوادي وعدم قدرتها على اقتناء وسائل حديثة. الإذاعات الرقمية وسيلة إعلامية برزت ما بعد الثورة وتطورت لتنافس الإعلام التقليدي، لكنها تبقى في حاجة إلى مثل هذه الملتقيات لتكوين الشباب الناشط فيها وتمكينهم من تقنيات التعامل مع المعلومة وطرق بثها. عفاف الودرني، قناة المتوسط، جربة.